السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، ومرحبا بكم معنا مرة أخرى من مدينة أسفي في هذا المباشر. كنتمنى تكون الصورة واضحة وأيضا يكون الصوت مسموع. عفاكم، حاولوا مشاهدينا الكرام أنكم تأكدوا لنا سلامة الصوت والصورة أيضا. اذا نبداو على بركه الله. كيف ما كتشاهدوا مشاهدينا الكرام، وكيف سبق ذكرت، حنا مباشره من مدينه اسفي. معنا اليوم مواطن مسفيوي 40 سنه، هو كيخدم كصانع تقليدي، وبدا دابا كيعاني في الصمت. هذا المواطن الاسم ديالو عبد الرحيم هشكار، من يعني من مواليد مدينه اسفي، و40 عام هو كيزاول الصناعه التقليديه. هو الان على حافة ديال التسول، كيقول بأنه بقى ليه غير التسول باش يقدر أنه يعيش، لحقاش ما استافدش من المبادرة الوطنية واللي استافدوا منها الناس أخرين على حد القول ديالو هو ما كيستحقوهاش، هو في أتم الحاجة ليها. تفضل أستاذ عبد الرحيم، عاود للمستمعين الكرام القصة ديالك. مرحبا، نشكر عبد الرحيم، صانع تقليدي منذ 40 سنة. حاول تقرب الميكرو عندك الساعة. منذ 40 سنة وأنا أزاول في أدابة الشعبة. ملي جات واحد المبادرة جاب سيدنا نصر الله العمالة كلفت ديالنا حنا باش ينتخبوا على واحد ثلاثة الناس. نعم. هذوك ثلاثة الناس اللي انتخبوا عليهم، هذوك الصناع ماشي في المستوى وماشي صناعية. فيهم غير واحد على قلتي قاري تسبيح ولا تلقل هو الله احد، ما عندوش شي مستوى في الصنعة. وراهم اللي خادوا هاد المعركة معنا. نشتك الميكرو استاذ عبد الرحيم باش تكلم على الخاطر ديالك، تفضل. ما دقصونا حنا، وهم في الحقيقة ما قصوناش، دارونا 20 واحد، كنا 12 صنايعي في الشعبة، كتخدم في الهضبة وتعلمت في الهضبة منذ 75 وناس لقيناهم معلمين في الهضبة. واحد الوقت حيدوا منا ستة وجابوهم 14 من عنده. هذيك اللجنة اللي دار العمل جابوا كاين اللي جاب خوه، كاين اللي جاب جوج خوتو، وكاين اللي جابوه من المدينة، وكاين اللي جابوه مارت من عند سرغيني تاني. جابوا دمجونا 20، عطونا 4 محلات 5 محل. انا قلت لهم اودي هاد الخمسه راهم كثار، قال لي انت ماك صدعتيني، انا غادي نحيدوا هاد الميل. بقينا اليومين هذا، واليوم انا كنطلب من السيد العامل باش يوقف بجانب ديالنا، لان المبادره داو الناس نقول لك اثرياء. كاين اللي اثرياء من الاثرياء، وكاين اللي شي شويه. هذاك اللي شي شويه راه تبارك الله، راه لما ضارب راه ضارب المليار يكون عنده ولا هذاك، راه 4000 مترو فاش قدام في الوزين ديالو. زيد كاين اللي عنده 2000 مترو. هادو الناس مزهزه المحلات بتقويمه، وناس زهزت لهم الدوله في اطار تعاونيه. راهم كاينين وراهم بالاسماء، بلا ما غادي نذكروا الاسماء ديالهم. هاد الناس كاع خادو، وانا رب اسره كنعيل مجموعه، انا دازو عندي لي سميتو مراد، ها واحد ها ولد، هذا انا كنت كنشري ليه كتابات، هادي اللي ما قراتش، هاي هادي امينه هشكار، هادي خديجه راه بقات الحياه، العم عندي راه، العم عندي تا هو باراليزي، تا هو باراليزي. اخت تا هي ما مزوجه، هذيك مزوجه، انا ما نقول. وراه كي كتشوفوا المبادره راه دوالين هاد الناس، وراه باقي ما حسموش. انا اليوم راه كنخرج بهذا النداء للعامل الاقليم الارشفي باش يوقف معنا بصرامه، ورا الى ما وقفش معنا بصرامه غيبقى واحد العيب اللي حتى اليوم الدين.
بس عبد الرحيم الحاله الماديه ديالك كيفاش دايره دابا؟ ومزريات انا راه جايب عقرده تاع الخبزه باش ما يعاود يضرني الجوع ولا شي حاجه. هذا هو اللي كاين. الناس راه ظلمونا. انا كتبت العامل كتبت لي شكايه درت لي التوضيح ديالها ورانا دابا هذه راه شكايه العامل اقليم السابق واللي درتها ليه صيفطوا لي هاد الورقه هي كدفعتها بورقه حمراء باش يكون عندي اليقين. ها هي اللي كتشوفوا والان انا راه باقي كنتسنى الرد ديالهم باقي ما عرفتش. ان شاء الله استاذ ابراهيم غيكون الرد عما قريب ان شاء الله ويكون يعني تحسين ديال الوضعيه ديالك وان شاء الله يعني تستافد من المبادره. استاذ عبد الرحيم باش فاش شفتي بان الناس ما كيستحقوش كيف قلتي انهم يستافدوا من المبادره وخذوها وانت اللي رب اسره وكتعيل يعني مجموعه ديال الافراد في هذه الاسره ما خديتيش كيف كنقولوا ما خديتيش حق ديالك. نعم. انت كنتي اولى بانك تاخذ هذه المبادره. باش حسيتي يا سي عبد الرحيم؟ وحسيت بحال بالحقره كاين اللي ما كاين اللي ما كيصنع والو تم وشد كاين اللي ما عمرو صنع شي حاجه من عدد منهم الا نقي نصفي لك 40 واحد بعداك ولا 50 واحد نصفي لك من القريه ما كت والو ما كتعرف ما دير ولا كتعرف ما دير انا نصفيهم لك وهصباعي معاهم في الامتحان اصباعي انا ندوز معاهم امتحان وهالصباع ديالو يجي يدوزو تاهما هذوك اللي استافدو يجي يدوزو الامتحان مع معايا ولا مع شي صناعيه اخرين باقي تاهما في الشعب باقي ما استافدوش هذوك عندهم محلات انا راه ما عندي لا محل لا والو ولكن اشنا هو اللي خلاهم يقصوني انا ماشي صناعي دوزو انا الاول في الشعبه حتى انا هو ولد المنطقه ولد الهضبه انا راه ولد البلاصه اي المكان كاين اللي جا من توكي كاين اللي جا من جديده كاين اللي جا من هذا يستافدوا وانا اللي فنيت العمر ديالي في هذه الحنطه في هذه البلاصه. هو السي عبد الرحيم اللي استافدوا كيستحق هنيئا له الله يعاونه غير هو خاص ولكن انت الناس كامله تستافد يستافد بالحق. نعم لان حتى الدوله ما عندهاش واحد الخبرة ما عندهاش خبرة فاش في في في, في هذا الميدان ديال الخير ما عندهاش كلفوا هذوك الناس. استاذ ابراهيم استاذ ابراهيم كاينين الناس اللي عندهم خبرة في هذا المجال في جميع المجالات الحمد لله عندنا في البلاد غير هو كيكلفوا بعض الناس اللي ما كيكونوا ربما ما كيخدموش بواحد النزاهة. اما راه الدولة تبارك الله يعني عندنا كاينين الناس اللي مختصين في اي مجال من المجالات. اسماء راه تعطاتهم حتى الرشوه هادو اللي فرقوا الحوان شدوا الرشوه. هذه اللجنه اللي هذه اللجنه اللي كلفها السيد العامل وكلفها المندوب والسي شوميش قدام الناس قال لهم ها قليد عليكم انتوما راكم كتعرفوا الصناعيه وما تضيعوا حتى واحد يا فاش دارونا حنايا ملي قال لي راه هذيك الليستاش عندك فيها عطيتهم 12 واحد حيدوا منا تصور 6 الناس وجابوهم 14 جابوهم من المدينه بقاو الخواتات اللي ما جابوهمش مره كاين اللي جاب خو جاب هذاك حنا كنا غير 12 ندو 4 المحلات مزيانه 12 واحد يجوا 3 في المحل حنا نتراضوا واليوم داروا تلاعب كثير وصافي وخلونا حنا دابا حنا دابا انا اني دابا تنتهلك وصافي. كاين كاين عندك امل استاذ ابراهيم بان النداء ديالك تسمع هذه المره؟ نطلب الله يوصل الناس المسؤوله وراني انا كنطلبهم من القلب ديالي ومن العمور اللي فنيت في هذه الحنطات انا راه خرجت لا لانتريت ولا والو ولا تغطيه صحيه ولا بزاف المبادره هذه اللي جات في فيراميد ما شديتهاش انا. ايوا استاذ ابراهيم كنتمنى ان شاء الله يكون خير كنتمنى يكون خير ان شاء الله وتقاد الوضعيه ديالك ان شاء الله يعني الوضعيه الماديه
واللي كتم اعاده الاعتبار لك ان شاء الله، وتستافد حتى انت وتكون الامور بخير وعلى خير. اكيد بان هذا النداء غادي يوصل للناس المسؤولين ان شاء الله، وغادي تكون الامور كلها بخير وعلى خير. السي عبد الرحيم، كيف ما شفتوا مشاهدينا الكرام، فهذه كانت القصه. بغيتي تقول شي حاجه سي عبد الرحيم؟ تفضل مقاطع. كما قلت واحد الصحافي قبيله، واحد السيد داز من هذوك اللي مستافدين في اطار التعاونيات، والله الا داز بسياره فخمه، وكاع دوك اللي مستافدين بهذاك عندهم سيارات فخمه، بحال داز من حدايا دار فيها ودار الدوره وهود. هذا من دوك اللي سهروا باش يفرقوا على الحوان. كل خير ان شاء الله. كل خير. الميساج راني ومساج الرساله ديالك واضحه. هذا هو وضوح الشمس. ما ظالم حتى شي واحد وما ظالميني. انا كنطلب من العامل يدير معايا حل مع الناس. اكيد ان شاء الله غادي الرساله ديالك غادي توصل ان شاء الله، وغادي تكون الامور كلها بخير وعلى خير استاذ عبد الرحيم. اذا مشاهدينا الكرام، كيف قلت لكم بان هذه كانت القصه ديال عبد الرحيم ل 40 سنه وهو كيزاول الصناعه التقليديه، كيف جعل اللسان ديالو انه ما استفدش من المبادره، وهو الان امام قصر البلديه بمدينه اسفي كيطالب بالحق ديالو من المبادره الوطنيه بشكل وطريقه سلميه. كنتمناو بان الامور تكون كلها بخير وعلى خير بالنسبه لعبد الرحيم في القادم ديال الايام. اما حنا مشاهدينا الكرام فكنقولوا لكم تهلاو في راسكم والله يعاونكم، ونتلاقاو في مناسبات اخرى ان شاء الله.